أهلا ومرحبا بكم في زوايا الحدث. نسلط الضوء في حلقة الليلة على استمرار الخلوقات وأثر ذلك على سير مشاورات السلام في دولة الكويت. قالت قيادة التحالف العربي إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من الأراضي اليمنية وتم تدميره دون حدوث أي أضرار. حدث هذا فيما تستمر خروقات الميليشيا على أكثر من جبهة بموازاة مشاورات الكويت الجارية برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الميليشيا إن الصاروخ كان موجها إلى قاعدة عسكرية في خميس مشيط في جنوب غرب السعودية، وهو موقع استهدف في السابق. قيادة التحالف قالت في بيان لها أن إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت تصعيدا خطيرا في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت. وكانت السعودية قد عقدت لقاءات سابقة مع وفد الحوثيين والمخلوع، وعقدت تفاهمات تكللت باتفاق التهدئة على الحدود، لكن هذه التفاهمات لم تنجح في تطبيق الاتفاق على الأرض. ما حدث في الحدود نموذج للخروقات التي تشهدها مختلف جبهات الداخل اليمني، حيث لم تتوقف المواجهات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بل على العكس من ذلك لم تتمكن لجان الرقابة المحلية من تثبيتها، وفشلت اللجنة في تعز من فك منافذ المدينة لإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين بعد أن رفضت الميليشيا ذلك. أما في الجبهات الأخرى فلم تتاح للجان المحلية فرصة تثبيت وقف إطلاق النار، وتعرضت للاعتداء في أكثر من منطقة. استمرار الخروقات على الأرض وأثر ذلك على سير المشاورات في الكويت موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا نبدأ بمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. لم تنجح التفاهمات بين السعودية والحوثيين في وضع حد للخروقات على الحدود، ولم تجد الحرب في تعز ومأرب والجوف والبيضاء طريقها إلى التوقف. لا يزال التصعيد العسكري يسيد الموقف، وما تزال الميليشيا متمسكة بقاعدة فاوض وتقدم على الأرض. في تفاصيل، قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضي اليمنية وتم تدميره بدون أي أضرار. التحالف العربي أكد أن القوات بادرت في تدمير منصة إطلاق الصاروخ بعد أن تم تحديد موقعها، وأوضح في بيان أن إطلاق الصاروخ في هذا التوقيت تصعيد خطير من قبل الميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت. دبلوماسيا، حاولت السعودية عبر تفاهمات سابقة إنجاز جزء من أهداف حربها، وسعت لإقفال الملف الحدودي ولو على حساب الإبقاء على النزاع الداخلي جرحا مفتوحا بانتظار أن تتمكن جولة الكويت من إقفاله، لكن الواضح أن محاولاتها ومساعيها تلك لم تنجز بعد. ليس ما حدث في الحدود إشارة على عدم التزام الميليشيا بوقف إطلاق النار وحسب، بل ما يحدث أيضا في تعز ومأرب والجوف والبيضاء واقع يعكس وهم التهدئة. وبالرغم من اللجان المحلية المشكلة إلا أن نتائج عملها لم تتضح بعد، وكأن ما قيل عن لجان مراقبة وقف إطلاق النار ضرب من العبث وظاهرة خيالية لا وجود لها على الأرض. الشاهد أن لجنة التهدئة في تعز لم تتمكن حتى الآن من فتح المنافذ أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في المدينة، فيما تعرضت بعض اللجان في مناطق الصراع للاعتداء والبعض لم تتاح لها إمكانية التحرك على الأرض نتيجة المواجهات. غير بعيد عن المسلك العسكري، تفصل الميليشيا شكل اجتماع الكويت وتبحث عن حلول تفضي لشرعنة انقلابها والإبقاء على قوتها العسكرية دون أي احترام للجهود الأممية. فواضح على الأرض وعلى الطاولة تعارض تقديرها للخيار السياسي حل للخروج من الأزمة، لتبدو معها محادثات السلام محفوفة بالعراقيل والمطبات. إذن مشاهدينا، لمناقشة استمرار الخروقات على الأرض وأثر ذلك على مسار المشاورات في الكويت ينضم إلينا الآن من تعز عضو لجنة التهدئة السيد ضياء الحق الأهدل. مرحبا بك سيد ضياء. سيد ضياء، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم سيد ضياء، قيل أنكم لم تتمكنوا من فتح المنافذ أمام حركة المساعدات الإنسانية في تعز، لماذا؟ لا شك أن السبب واضح
صالح التي منذ ما تم التوقيع على اتفاق فتح المنافذ وهي لم تمتثل لمثل هذا الامر ولم تتحرك نحو تنفيذه، فلا تزال الطرقات مغلقه والقصف مستمرا، وبالتالي السبب هو التعنت الذي نجده من الطرف الاخر وعدم قبوله في الاصل كان مساله مبدئيه وقيميه لديه من مرورة استمرارية الحصار من وجهة نظره، وبالتالي فالسبب هو هذا التعنت والطلب ولا مبالاة من قبل الطرف الآخر. نعم سيد ضياء، يعني منذ أن شكلت لجنة التهدئة والتواصل في تعز، يعني ما الذي تحقق فعليا أو ما الذي أنجزته هذه اللجنة؟ على أرض الواقع وفي خدمة الأهداف التي من أجلها جاءت هذه اللجان لا نستطيع أن نقول أنها حققت شيئا، لكن ربما كجانب يعني آخر أو معنويا على وجه التحديد يعني تعرت الميليشيات بشكل أوضح وأكثر وأقيمت عليها الحجة وحملت المسؤولية والتضحى بشكل واضح لكل المراقبين المحليين والدوليين هذا العنت والصلف، وهذا بحد ذاته في الحقيقة أمر يعني يحقق قفزة إلى الأمام في الوعي والإدراك عن خطورة مثل هذه الميليشيات وعدم الجدوى معها لمثل التفاوضات أو الحوارات التي تتنكر لها وترفض الامتثال للمتفق عليه فيها. نعم سيد ضياء، يعني وردتنا اليوم أنباء عن تعرضكم لاستهداف من قبل الميليشيا، معنا في تفاصيل ما جرى بالضبط؟ هو في الحقيقة يعني اللجنة التابعة من طرف اللجنة الشرعية والمقاومة بالأمس وجهت رسالة خطية للطرف الآخر تحدد له مواعيد صباحية لأجل الخروج إلى منافذ ونقاط التماس فيما بين الطرفين من أجل فتح المنافذ والمعابر في خط تعز صنعاء وخط تعز الحديدة، وبالتالي كان ربما التحديد المسبق يجعلنا في عرضة لأن تكون في موضع خطر. نعم. ولكن مع ذلك تم التنفيذ بالفعل ونزلنا مصاحبين الإعلاميين والقنوات الفضائية، وكان نقلا مباشرا أثناء تواجدنا في المنفذ الشرقي الذي في منطقة الطخوم أو نقاط التماس. نعم. وحقيقة الأمر كان تواصل مباشر مع الطرف الآخر عبر التليفون وتحدث إليه بأننا قد وصلنا وينبغي أن يصل هو إلى طرف آخر وتفتح المعابر بأجل النفوذ، لكن وجدنا عنة وصلفا. نعم. بعد ذلك كان الانتقال إلى الجهة الغربية وهناك ربما كانت الميليشيات تمارس اختراقها كعادتها لوقت إطلاق النار الذي في الحقيقة لم يتوقف في الأصل، ولا نستطيع أن نقول أنه اختراق لأنها لم تقف في الأصل ثم سرقت، بل هي مستمرة منذ البداية، وبالتالي كان هنالك في إطار خطوط التماس عرضة أثناء مثل تلك الاختراقات اليوم لسابقتها لتتعرض اللجنة لمخاطر الوقوف أمام الميليشيات في خطوط التماس والمناسب. نعم سيد ضياء الحق تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن من السعودية الخبير العسكري السعودي العقيد حسن الشهري. سيادة العقيد مساء الخير. يا مساء النور، أنا العميد حسن الشهري. العميد حسن الشهري عفوا. سيادة العميد، مؤخرا اعترضت القوات السعودية صاروخا باليستيا قال عنه الناطق باسم قوات ميليشيا الحوثي أن الصاروخ كان يستهدف قاعدة عسكرية في خميس مشيط، ما هو الموقف الرسمي السعودي من هذه الخروقات؟ لا شك أنه الموقف الرسمي كان واضح من خلال ما أعلنه سعادة العميد أحمد عسيري بأن هذا الموقف هو موقف استفزازي وتصعيد عسكري خطير ينبئ عن عدم مصداقية الطرف الآخر خلف. نعم. المؤمن يقف خلف هذا الموضوع هو علي عبد الله صالح. الحوثيون لا زالوا يستخدمون المناورات السياسية. نعم. ومن يحكمهم هي طهران. أنا أعتقد أنه مثل هذا الموضوع وإن كان عمل استفزازي لأنه لا يشكل خطر على القاعدة العسكرية، لدينا من القوات بفضل الله من يستطيع حماية سماءنا وأرضنا. المهم ليس إطلاق صاروخ من اليمن، المهم أنه اليمنيين
يعملوا بمصداقية كما الحكومة تعمل، كما المقاومة الشريفة بتعز وفي البيضاء وفي الجوف وفي كل مكان تعمل بصدق وبأمانة من أجل إيقاف سفك الدماء اليمنية الزكية. هذا ما نجده من طرف الشعب والحكومة اليمنية. نعم. الطرف الآخر، الطرف الإرهابي اللي تمثله القاعدة والحوثيين وعلي عبد الله صالح، هم من ليس لديهم مصداقية وليس لديهم رغبة في السلام. نخشى أن يصدر من قيادة التحالف في فترة قريبة، وهذا ما لا نتمناه، أن خيار السلام بات ضعيفا وأن اللجوء إلى إعادة صفحة وبوابة عاصفة الحزم وبقوة بات قريبا إذا لم يلتزم الطرف الآخر بما اتفق عليه. موضوع الأمم المتحدة مع الأسف لم نراها حكما، نراها مع الأسف في موقف هش وضعيف، ونراها أيضا اقتربت من أن تكون في دور الخصم للشعب اليمني. نعم يعني سيادة العميد، يعني نفهم أن العملية الأخيرة أو العمليات الأخيرة التي كانت على الحدود من يقف وراءها هو المخلوع صالح، بينما أن الحوثيين ما زالوا يعملون على المناورات السياسية. يعني هل هناك موقف واضح من هذه الجماعة بما تم مؤخرا؟ هم يعتمدون سياسة إيران وما يعمل في جنوب لبنان، ما حدث في صنعاء اليوم وأمس وتخريج دفعات أمنية أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. نعم. ميليشيات سرايا موت للاقتفاء أثر القيادات الإعلاميين الشخصيات البارزة، تحطيم المعنوية في داخل الشعب اليمني وإظهار للشعب الشعب اليمني أن موقف الدولة والتحالف لم يكن بالمستوى المطلوب، عكس ذلك سيتم إن لم تتوقف هذه الميليشيات عن أعمالها الإرهابية. نعم. ما يحصل في الكويت في نظري مهزلة يقودها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذا لم تتبدل الأمور. ولد الشيخ أحمد كأنه يبدأ في مشكلة اليمن وكأنها انطلقت منذ الأمس. مشكلة اليمن محكومة بقرار مجلس الأمن الدولي 22/16، محكومة بمخرجات وآليات تنفيذية للمبادرة الخليجية، محكومة بالحوار الوطني، محكومة ب 26 مليون يمني يرغبون في السلم. نعم سيادة العميد، أيضا التجارب كثيرة في هذا الجانب، يعني في الفترة الماضية مع المبعوث الأول إلى اليمن تمت ما تسمى بالتفاهمات أو المفاوضات التي كانت حاصلة حينها، في الأخير لم يحدث شيء غير أنهم يعني عززوا من قوة هذه الجماعة و يعني تصدرها بشكل أكبر. أيام ابن عمر، نعم، سيء الذكر مع الأسف، كان يقتات على دماء الشعب اليمنية، ونخشى أن يكون والد الشيخ إسماعيل اقتفي أثره. ما حصل في شمال عمران وبالقرب من مران وتسليم معسكر أو استيلاء على معدات وأسلحة كبيرة جدا ومن أقوى الفرق في اليمن معسكر العمالقة، لم يأتي إلا أثناء مفاوضات الكويت. أين دور والد الشيخ أحمد عندما يضع الفريقين في كفتي ميزان وهو ينظر إلى الطرفين على كأنهم يمثلون اليمن؟ هناك طرف يمني يمثل الشعب ويمثل دول الخليج والتحالف ويمثل العالم بأكمله، وهناك طرف إرهابي انقلابي. لا يجوز أن نضع الفريقين في كفتي ميزان متعادلة. الأمم المتحدة إذا لم تكن حكما عادلا وتبلغ الطرف الآخر بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في لمشكلة اليمن، وإلا عليها أن تكون جريئة جدا وتعلن فشلها في مفاوضات السلام في اليمن. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد حسن. نعود إلى ضيفنا الآخر ضياء الأهدل. سيد ضياء، ما مدى التواصل والتنسيق بينكم وبين اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة؟ ما هو موقفها من رفض الحوثيين وقوات المخلوع عدم فتح المنافذ أمام حركة المساعدات الإنسانية في تعز؟ أخي الكريم، بالحقيقة الموقف حيال هذه القضية هو مشابه للموقف العام من قبل الأمم المتحدة والرعاة للمشاورات في الكويت، وهو موقف في الحقيقة يشوبه كثير من العجز وكثير من التدليل والتهاون في الموقف الواقعي والمعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني. وبالتالي نحن تواصلنا دائم ورفوعنا للخروقات بصورة مستمرة، لا سيما في المجال الإنساني الذي تعز تعاني منه ربما أكثر من غيرها. نعم. لكننا في الحقيقة لا نجد إلا أن يزيدوا في التطويل من الوقت وإتاحة الفرصة وتكرار المحاولة لإتاحة فرصة أكبر لهذه الميليشيات
التي لا تستغلها سوى في المزيد من التدمير والمزيد من الحصار والمزيد من التحصينات والمزيد من التعزيزات لترتيب أوراقها لفرض واقع جديد تحاول فرضه. وبالتالي نقول حقيقة كما قال أخينا العميد أن ما يجري في الكويت المشاورات من جراء أن هذه الأيام تمضي بهذا الشكل دون جدوى حقيقية على الواقع، ورغم ذلك لم يتخذ رفع لهذه المشاورات واتخاذ قرارات حازمة بتطبيق قرار مجلس الأمن. لكن سيد ضياء، يعني في ظل الحصار، يعني في ظل الحصار القائم على المدينة و التعنت الحاصل من قبل هذه الميليشيا، كيف تعملون أنتم في ظل هذه الظروف؟ نحن يا أخي نعمل ظروفنا منذ عام كامل تقريبا، وبالأخص في النصف الأخير الماضي من العام الماضي أو النصف الثاني من العام الماضي والأشهر الأولى من هذا العام نعمل بمقاومة. المقاومة عندنا ليست مجرد أيضا إطلاق المواجهة المسلحة لهذه الميليشيات، المقاومة عندنا هو الصبر على مثل هذه المآسي. هنالك سابقا نعم الأقدام واستخداما للحيوانات الإبل والحمير لكن سيد ضياء، يعني البعض يتساءل ما يدور في تعز، هل هي خروقات بين الحين والآخر أم أنها مواجهات مفتوحة؟ أخي لأنها إذا يبدو أننا نواجه محاولات توسع. نعم سيد ضياء، إذا نشكر السيد ضياء الأهد ضياء الحق الأهدى العضو لجنة التهدئة في تعز، ونعتذر على مشكلة الصوت التي واجهناها معه. نعود إلى ضيفنا الآخر العميد حسن الشهري. سيادة العميد، لماذا يبدو المجتمع الدولي غير حاسم في وضع حد لخروقات الميليشيا بالرغم من التقارير وأيضا الاعتداءات على اللجان المحلية المشكلة لتثبيت وقف إطلاق النار؟ مجلس الأمن بدول الخمس يتقاسم العالم بنفوذه ومصالحه ليست في إيقاف الحرب والوصول إلى السلام، هذه باتت معروفة، شبعنا من الكلام ومن المناورات السياسية. أصبح لدينا قرار سيادي في دول التحالف، المملكة العربية السعودية تقود الأمة إن شاء الله إلى مستقبل قوي يعزز مكانة الأمة العربية والإسلامية، ويجب أن نستثمر في هذا الموضوع ولا نسمح لأحد لا لإيران ولا لغيرها ولا حتى لدول مجلس الأمن. الدخول الولايات المتحدة على الخط مع الأسف في هذه اليومين للمشاركة في مقاومة الإرهاب في اليمن، هذا لنقل الموضوع من حالته السياسية الراهنة المتفق عليها دوليا والتي توقفت وبدأت الهدنة من أجل ذلك بطلب الحكومة الشرعية اليمنية من أجل الشعب اليمني، إلا أنه المطلوب الآن هو النقلة من الوضع السياسي إلى الوضع الأمني وإدامة عمل الأعمال الإرهابية والإنقلابية في اليمن. هذا نعم. أمر لا يجب أن يكون. نعم، ولكن سيادة العميد، يعني الطرف الانقلابي من خلال يعني مواقف المجتمع الدولي وأيضا مواقف دول الخليج تجاه الدفع في مسألة يعني الوصول إلى تسوية ومفاوضات مع هذه الميليشيا، رغم معرفتهم بأن هذه الميليشيا لا تلتزم بالعهود ولا تلتزم بالاتفاقات، يعني هم يرون أنه ما بعد عام ويعني ما قرب النصف عام من الحرب، يعني لجوء المجتمع الدولي ودول الخليج إلى الدفع في مسألة التسوية السياسية، هم يعتبرون ذلك بالعجز والهزيمة. يعني ما وراء هذا، ما المغزى من الدفع وأيضا الإصرار من قبل المجتمع الدولي ودول الخليج تجاه يعني سير يعني تحقيق المفاوضات؟ يجب أن أتذكر أنه كان هناك اتفاقية 5+1 بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إيران، وما كان هناك من اتفاقيات سرية مرفقة ضمن الاتفاق، أعتقد أنه اليمن كان جزء من ذلك غير معلن، وإعطاء إيران حصة في اليمن وتشكيل حزب ميليشياتي شمال اليمن ومماثل لحزب الشيطان في جنوب لبنان، نعم، ومماثل اللي حصل في العراق،
لما هو حاصل في سوريا، وهذا الأمر لن يكون مقبولا. عاصفة الحزم قامت دون أن تستفاد من أحد، لأن الأمن الوطني اليمني مهدد، الأمن الوطني الإقليمي مهدد، السلم العالمي أيضا مهدد بوجود مثل هذه الأعمال. مثل هذه الأمور معمولة بقصد، والمملكة ودول التحالف والقيادة اليمنية والشعب اليمني اكتشفوا تلك النوايا الخبيثة التي تختفي خلفها هذه المناورات من الدول العظمى. الدول العظمى تضغط على اليمن، الحكومة الشرعية هي من تطلب من دول التحالف التهدئة واللجوء إلى السلام، حرصا منها على عدم إزهاق المزيد من الدماء اليمنيين. لكن المدارات سيادة العميد تزيدهم إصرارا، يعني المدارات ويعني الدفع بمسألة التفاوض معهم هي من تزيدهم إصرارا وتحدي. أنا أعتقد أنه على الوفد اليمني، أعتقد أنه على الوفد اليمني أن يكون شجاع وصريح في اتخاذ موقف، لأنه الموضوع لا يستحق أن ننتظر هذه الأسابيع وبدون الخروج بأي نتيجة. حتى وإن اتفقوا على إخراج جزء معين من المعتقلين والسجناء، فالمطلوب ليس الكلام، المطلوب الفعل على الأرض. ما نراه على الأرض يعكس واقع مخالف تماما لبعض الجزئيات البسيطة التي لا تمثل شيء من هذا الاجتماع في الكويت. نعم، إذن سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي كنت معنا عبر الهاتف من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن المحلل السياسي والناشط الحقوقي فيصل المجيدي. سيد فيصل، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد فيصل. مضت أيام كثيرة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لم يحدث ولم نسمع حتى الآن عن موقف من الأمم المتحدة أو حتى لجنة يعني أو حتى أي لجنة. ما جدوى هذا الاتفاق والتهدئة؟ لم يحدث ولن يحدث، لأن هناك حقيقة تفاصيل ما تحت الطاولة. الحوثيون يشعرون بأن هذه المشاورات مجرد فترة يعني زمنية يشترون من خلالها الوقت، ينفقون بها كثير من جهود السياسيين والمجتمع الدولي يراوغون، وبالتالي مسألة إيقاف الآلة العسكرية بالنسبة لهم يعني موت مؤقت كما يقال ومزمن أيضا. لكن هذه العملية السياسية هم يراوغون من خلالها للتوسع على الأرض، ولهذا ترى القتل في تعز. على الأقل اليوم قتلت طفلة بدم بارد جراء القصف الحوثي لمدينة تعز، والقتل اليومي في هذه المدينة وبقية المدن يؤكد بأن الحوثيين لا يمكن أن يكونوا صادقين. هم أتوا بهدفين اثنين، إن استطاعوا من خلالها تحقيق تلك الأهداف فإنهم سيكونون قد عادوا بنصر سياسي كبير، أولها إيقاف الطيران وهو مفهوم الهدنة لديهم، الأمر الآخر الحصول على اعتراف دولي بشرعنة انقلابهم، وإن استطاعوا تحييد التحالف فذلك أمر حقيقة تعد بالنسبة لهم غاية، لأن الطيران هو الذي بالفعل يحد من تحركاتهم وربما قد يرجح تلك الكفة أو تلك يعني. نعم، فيما يتعلق بعمل لجنة المراقبين على وقف إطلاق النار، ما مدى البناء على نتائج عملها في مسار السلام المرتقب؟ أنا أعتقد أن كثير من التقارير ترفع بها الخطوات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح وتقدم للأمم المتحدة، ولكن الواضح أن مسألة الاستجابة السريعة لهذه الخروقات من قبل الأمم المتحدة لم تكن كافية، وإن حاول ولد الشيخ إصدار بيانات يقول أن هناك خروقات كبيرة جدا، لكن حقيقة ما يتم على أرض الواقع لم يكن بحجم هذه الخروقات. ينبغي على الأمم المتحدة قبل أن تخوض أي عملية سياسية، إن استطعت أن أكمل هذه الجملة، قبل أن تخوض أي عملية سياسية يجب إيقاف الآلة العدوانية على الأرض حتى نكون أمام شروط موضوعية لإبرام أي اتفاق سياسي. المغزى واضح أن هناك قوى إقليمية تتحالف مع الدول الغربية، وبالتالي هناك اتفاقيات معروفة كالاتفاق النووي. الملاحق لهذا الاتفاق يتيح لإيران أو يضمن لها بأن تسيطر على المنطقة، وعندما نتحدث عن إيران فإننا نتحدث عن الدولة ثم تشعباتها الحاصلة، ومنها طبعا جماعة الحوثي، ومن ثم هذه الدول الغربية لا شك تضمن هذا التواجد باعتباره أيضا من الأدوات التي يحقق لها
المكانة ولا تريد أي نشاط حقيقي لأي دول معادية لها، أو أن تنمو قوة حقيقية أو مشروع عروبي في المنطقة يمكن أن يهدد هذا. نعم. أستطيع أن أقول النفوذ في هذه المنطقة العربية. نعم سيد فيصل، ما هو الهدف من الإصرار على الاستمرار في المضي قدما في موضوع عقد الاتفاقات المبرمة وانتشار المراقبين المحليين، مع معرفة الجميع أنه لا يمكن للميليشيا أن تلتزم بالهدنة أو التوقف عن إطلاق النار، وأيضا أعمال الاستفزازات الأخرى؟ المغزى واضح، هم يريدون أخي الكريم إبرام اتفاقية من خلالها، أو دعني أقول محاولة أقول تلفيق نجاح لما إعلام ما قبل فشل. هي العملية الآن كأنك أمام عملية سياسية شبه محتضرة، الفارق من سيقوم بإعلان الوفاة لهذه المشاورات، وبالتالي مسألة إيجاد ضوء أو نقطة في نهاية النفق هذه تقوم بها العوامل الحاصلة الآن، وبالتالي محاولة تكبير اتفاق ما لإنقاذ هذه المفاوضات. إذا ما تم طبعا الإعلان عن انهيار الهدنة سيكون مباشرة بعده إعلان وفاة هذه المفاوضات، والأمم المتحدة لا تريد ذلك. الحقيقة ولد الشيخ يقوم بجهود نعم لأجل إحلال السلام، لكنها أصبحت فيما بعد جهود ربما لنجاح شخصي على حساب القضية الأساسية. هناك حقيقة دعني أقول كانت مرونة من الجانب الحكومي، لكن الآن بدأ الناس يشعرون بأن هناك تنازل كقضايا مثل قضايا الترتيبات الأمنية أو ما قبل طرح الجدول على المفاوضات، مثل إجراءات من الثقة، رفع الحصار عن مدينة تعز، الإفراج عن المعتقلين. لا يجب أن تكون هذه من ضمن النقاط التي تناقش، يجب على الأمم المتحدة أن تضغط في سبيل يعني القيام بهذه الإجراءات الإنسانية التي لا ينبغي أن تكون أيضا محل لمزايدات. القانون الدولي الإنساني، الإعلان العالمي لحق الإنسان، الميثاق الدولي، الميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 49 أيضا 45 بمعنى أدق، اتفاقية جنيف، كلها تتحدث عن أن هذه الانتهاكات يجب أن تزال بالفعل، ويجب أن تتمترس حولها والأمم المتحدة بذاتها، لا أن تحاول حقيقة دعني أقول المرونة في هذه النقاط، وهو أمر حقيقة معيد في إطار ما نتحدث عنه من جوانب إنسانية واضحة. نعم أشكرك فيصل المجيدي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا لك. إذن مشاهدينا في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري كان معي من السعودية، وأيضا ضياء الحق الأهدل عضو لجنة التهدئة في تعز، كما أشكر المحلل السياسي فيصل المجيدي كان معي عبر الهاتف من الكويت، وأشكر لجميع أفراد طاقم العمل، كما أشكركم أنتم على كرم المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله وحفظه.